لكم يا جماعه. النهارده هعمل تغيير كده واعمل فيديو وانا في العربيه، بس ده يمكن ما يكونش حلوه. طيب النهارده هنتكلم عن اهم الابراج اللي الفتره دي هيبقوا داون اوف ذا مود، يعني بره المود بتاعهم. وليه؟ لان يعني الحركه بتاعه الكواكب هتبقى مؤثره على المود بتاعهم، هتلاقوهم اوف مود. يعني الابراج دي لو انتوا بتتعاملوا معاهم هتلاقوهم متعصبين اكتر من الطبيعي، سهل استفزازهم، عندهم مشاكل، طاقتهم مش الطاقه الطبيعيه بتاعتهم. فالابراج دي حاولوا تحترسوا ان انتوا يعني تحتكوا بيهم في اي حاجه فيها مشاكل الفتره دي، لان هم ممكن ياخدوا قرارات، يعني قرارات متسرعه، يبقوا متضايقين اكتر من الطبيعي، وكمان ممكن يعني يزعلوكوا ويحصل مشاكل كتير ما بينكم. وبرده نصيحه للابراج دي ان هم بلاش اي قرارات، بلاش اي اتخاذ قرارات الفتره دي. طيب مين هم الابراج دي؟ اول برج هنبتدي بيه هو برج الحوت. برج الحوت الفتره دي مش مبسوط، حاسس انه وحيد، عنده مشاكل نفسيه، عنده متضايق، تلاقي اي حد يتكلم معاه تلاقيه متعصب، زعلان، بيتخانق كده، يعني هو هيبقى اوف مود قوي. فاي حد تعرفوه مع برج الحوت، او لو انت برج الحوت، بلاش تاخد اي قرارات مصيريه الفتره دي لحد نهايه شهر مارس. بلاش تدخل في شراكات جديده، بلاش تتكلم مع حد في حاجه فيها نقاشات عنيفه، لان انت ممكن تضايقه وممكن يحصل زعل ما بينكم او يحصل عدم اتفاق ما بينكم. اوكي. طيب تاني برج برضو من الابراج اللي عندهم مشاكل نفسيه او طاقتهم مش افضل حاجه في الدنيا وعندهم عدم استقرار نفسي الفتره دي، هيجي عندنا برج العذراء. انا واحده يا جماعه من الابراج اللي عفاريت الدنيا بتتنطط في وشي من امبارح مثلا، وعندي مشاكل كتيره جدا، ومشاكل ماديه، مشاكل نفسيه، مشاكل صحيه. انا الفتره دي اتحرقت، حصل لي حرق، حصل لي، جات لي اكزيما في وشي وفي جسمي، حساسيه سناني، مش عايزه اقول لكم، انا مش عارفه اتكلم اصلا من كتر ما سناني وجعاني وعندي مشاكل في قفله سناني. فبرج العذراء الفتره دي ممكن يكونوا عندهم مشاكل كتير صحيه، وعندهم مشاكل نفسيه، ومشاكل ماديه كمان. يعني عذراء الفتره دي لو انت بتكسب الطبيعي بتاعتك 4 جنيه، الفتره دي تلاقيك بتكسب 1.5 جنيه من كتر يعني الفتره دي. عذراء كمان مكتئب، زعلان، حاسس ان هو وحيد، عنده طاقه احتياج كده او طاقه وحده، حاسس ان هو وحيد كده، حاسس ان هو متعصب، وتلاقيه بسهل استفزازه ومتعصب على طول. فبلاش تحتكوا بالعذراء خالص. وكمان نصيحه لبرج العذراء، ما انا حاسس ان انا هتقلب دلوقتي حالا، معلش يا جماعه صاحبتي سايقه، انا مش عارفه اركز في الفيديو قد ما انا حاسه ان مش طبيعي. مع الجري اللي انت بتجري ده في ايه؟ بتجري جري مش طبيعي. بص عمال افرقع القاهره ورايا اهو، يعني على الجنب، اصلا الفيو بتاع الشباك. طيب فبرج العذراء يا جماعه بجد والله العظيم، مش عشان انا عذراء بس، لا، اتقي شر الحليم اذا غضب. فهو الفتره دي مش مركز كمان، عنده حاله عجب كمان، كل حاجه مش عنده، يعني سهل استفزازه جدا. هو العذراء عاده سهل استفزازه، لا ده الفتره دي هيبقى تريبل، اضرب في ثلاثة، لان هو هيكون عنده طاقه غير طبيعيه في انه عايز يتخانق يعني، وكمان حاسس انه وحيد، يعني ممكن يكون حتى عاطفيا الفتره دي هو عنده مشاكل ما بينه وما بين الشخص اللي هو مرتبط بيه كتير جدا. يعني مثلا لو عذراء مرتبط او لو عنده مشاكل، هتلاقيه الفتره دي مع البارتنر بتاعه في ايه بيتصلوا. معلش يا جماعه، في حد بيتصل بيا في كل شويه الموبايل يفصل، يعني في حاجه ما هكلميهم. فهتلاقيه الفتره دي مع البارتنرز بتاعه او لو عنده بارتنر، هتلاقوه مثلا يعني حساس اكتر، بيزعل كتير جدا. طيب بعد كده من ابراج برضو الفتره دي الطاقم بتاعتها باري داون وعندهم مشاكل كتير جدا، هيجي برج العقرب. برج العقرب عنده حاله تشتت، عنده حاله يعني برضو ستريست، عنده ضغط كتير جدا، عنده وحيد، يعني هو محتاج حد بارتنر يكون معاه. ممكن هتلاقوا تلات اربع العقارب عندهم حاله انفصال عن الشخص اللي كانوا معاهم. فالعقرب مشتت، يعني حزين شويه، متضايق، وحيد، ويمكن طاقه الوحده بتكتسحه. يعني التلات ابراج اللي انا قلت لهم دول هتلاقيهم بيحسوا بالوحده الفتره دي، زعلانين، مش مبسوطين.
طبيعتهم. طيب رابع برج هيجي من الابراج اللي برضو الدنيا عندها صعبه شويه الفتره دي، وعندهم حاله عدم استقرار، برج السرطان. برج السرطان بالرغم ان هو طالع بحاجات كتيره جدا، بس عاطفيا يمكن ده اكتر برج عاطفيا، هيبقى عنده حاله توهان شويه او عدم استقرار عاطفي او عدم استقرار. هو مش عارف هو عايز ايه مع البارتنر بتاعه، فهيبقى عاطفيا اكتر حاجه. يمكن عمليا الكانسر كويس الفتره دي، او بيحاول على الاقل ان هو بيحاول يبقى افضل، بس عاطفيا الكانسر مدمر لان هو عنده قرارات مهمه جدا هو عايز ياخدها. انا حاسه ان يا جماعه معلش اصل صاحبتي ماشيه بسرعه قوي، انا في ايه مها انت بتتخانقي مع حد؟ انا غلطانه، انا قررت اعمل اللايف ده بالعربيه. هو الموتوسيكل كمان اللي ماشي ورايا ده. معلش يا جماعه انا النهارده قلت لكم النهارده مش يومي، هو يوم الجمعه النهارده مش يومي. طيب فبرج السرطان عنده مشاكل ايموشنلي اكتر، يعني عاطفيا اكتر. اما في العمل وحاجات تانية حياته العامه برضه انا شايفه ان كل حاجه ممكن تكون عنده تمام. طيب اخر برج هقول عنه الفتره دي برضه الدنيا شايفاه وحيد شويه، عنده حاله تشاؤم مش منطلق، هو برج الدلو. برج الدلو برضه من الابراج اللي الفتره دي مش في طبيعته، ان هو منعزل بيفكر كتير جدا، عنده حاجات كتير نفسه فيها ومش عارف يعملها، مش لاقي نقطه البدايه. فهو الفتره دي مش بيخرج، مش بيشوف ناس كتير، مع ان هو شخص اجتماعي جدا، بس الفتره دي الدلو قرر ان هو يكون وحيد او منغلق شويه، متشائم. ممكن يكون براءه بيدور على مصدر دخل تاني، بيدور على شغل تاني، بس هو عنده حاله اللي هو انا مش عايز اعمل حاجه، انا يعني عنده حاله اللي هو متقوقع على نفسه زي ما بيقولوا كده. دول اكتر ابراج احترسوا منطقتهم الفتره الجايه دي، لانهم عندهم شويه ايه عدم استقرار. لو هيجي بعديه ممكن برج اقوله الفتره دي ممكن يجي برج الجوزاء برضو. الجوزاء مش مستقر عاطفيا ونفسيا، ووحيد شويه، عنده لخبطه في حياته، مش عارف ياخد قرارات، في قرارات كتير جدا مش قادر ياخدها ومش عارف ياخدها. بس هو اقل من الابراج اللي انا قلتها. بس التوب 3 لو انا هقولهم يبقى عذراء وحوت وعقرب، دولت اللي هم التوب 3، يعني اكتر ثلاث ابراج. خلي بالكم منهم يا جماعه الفتره دي، ما تتضايقوش منهم، ما تزعلوش منهم، قدروا موقفهم او قدروا ان هم بس احيانا بيبقوا حساسين شويه الفتره دي، او بيبقوا اي اقل حاجه ممكن تضايقهم. قولوا لي انتوا طاقتكم عاملين ايه، وانتوا برج ايه، وقولوا لي اتفرجوا عليا فين. كل واحد يقول لي هو ايه اكتر طاقه مسيطره عليه. انا كعذراء بقى وكرشا تعالوا احكي لكم بقى. يا سلام احنا قاعدين بنرد مع بعض. ما ممكن بالراحه شويه بجد والله العظيم، ممكن بالراحه. انتوا حاسين يا جماعه من ورايا بصوا بتجري ازاي، لو انتوا شايفين يعني. لا بتجري قوي يعني، مش عارفه والله. كنت هعمل الفيديو ده من البيت، كنت زماني كده قاعده منتعشه في مكاني، هي اللي اثرت عليا. طيب انا كعذراء بجد الفتره دي مش عارف، حاسه ان انا عندي حاله عدم توفيق في شويه حاجات كتيره، او الدنيا ملخبطه معايا شويه، كسل مش طبيعي، كل ما اجي اقرر اعمل حاجه الاقي الدنيا تقف معايا. طبعا ربنا يسهل ان شاء الله والدنيا تكون احسن. خليكم ايجابيين، اي طاقه سلبيه اطردوها وفكروا في الحاجات الايجابيه، فكروا ان انتوا تعرفوا تحلوا المشاكل وهتقدروا ان انتوا تبقوا افضل واحسن. انا ما بحبش الطاقه السلبيه خالص، حتى لو الدنيا ملخبطه يعني خليكم متاكدين اللي جاي احسن وافضل. اعملوا حاجات بتحبوها، انزلوا مع ناس بتحبوهم، اتكلموا مع ناس يعني فضفضوا يا جماعه، اوكي؟ طيب قولوا لي بقى، كل واحد يقول لي لما بيبقى طاقته كمان اوف بيحب يعمل ايه. انا كرشا بحب اكل قوي، يعني وتريني طلعت لي خدود وتخنت يا جماعه من كتر الاكل. بحب العب جيم، بحب الجيم برده بيأثر على طاقتي جدا. احب ارقص، الرقص برده تقعد تسمع اغاني بتحبها، تقوم ترقص كده، تخرج مع اصحابك، تروح في مكان بتحب تقعد فيه، يعني حاجات كتير. قولوا لي بقى الحاجات اللي انتوا بتحبوا تعملوها، زي دلوقتي احنا خارجين اهوت رايحين مصر الجديده. انا بحب مصر الجديده، انا ساكنه في تجمع بس انا من عشاق مصر الجديده يا جماعه، فاحنا على الدائري. انا هوريكم الطريق. طيب ادعوا لنا بس نوصل بالسلامه ان شاء الله باذن الله. اطمنوا عليا يا جماعه بعد اللي بيحصل فيا ده يا رب. شكرا.